انجز شويه في السكشن. اوكي. باشمهندس، هو الميعاد ده هيفضل ثابت؟ ميعاد المحاضره والسكشن ثابتين، مفيش فيهم تغيير خالص. يعني احنا مش عارفين اصلا نظبط ميعاد المعمل، فاكيد مش هنغير السكشن. يعني هبدا معاكم كده، هبدا معاكم بفاندمنتال، مساله فاندمنتال عندنا. اول واحده مساله فاندمنتال اف 12 3، اف عن فاندمنتال 12 يا شابتر 12 رقم 3، بيقول لي بارتكل ترافلز الونج ستريت لاين ويز فيلوسيتي في بتساوي كده، فوير تي از ان سكندز ديترماين، حدد البوزيشن بتاع البارتكل لما تكون التايم تي باربع ثواني، وقال لك ات اس بزيرو والتايم تي بيساوي زيرو. هقول لكم برضو على حاجه انا بعملها في كل سيكشن. في كل سيكشن دايما انا ببدا بسمري، يعني في كل سيكشن انا ببدا اول ربع ساعه بقول سمري القوانين او سمري الافكار كلها، ملخص القوانين كلها اللي هنستعملها طول السيكشن. فهتلاقي دايما في كل باوربوينت او كل وورد بتاع السيكشن هتلاقي في اوله في سمري حلو قوي، يعني ايه؟ بيلخص كل القوانين. بعد كده ابدا معاك احل المسائل، همشي بالسهل الاول بعد كده اصعب معاك. طبعا احنا ايه؟ اول مساله، المساله رقم 12 3، مديني الفي بتاعتك ومديني ات اس بيساوي 0 وتايم تي بيساوي 0، وعايز احدد فين مكان البارتكل لما يكون تايم تي باربع ثواني. طبعا دي مساله تافهه جدا انا عارف، ما فيش فيها اي فكره، بس انا عايز منها حاجات بسيطه. اول حاجه في المسائل كلها يا جماعه بتاعت الكترينير بنسبه كبيره جدا احنا بنرسم خط كده، البوست بتاعنا ناحيه اليمين، الخط ده بسميه الاس، الخط ده بسميه الاس. الاس دي دايما عندي فانكشن في التايم، الاس دي دايما فانكشن في التايم. ايه هي الاس؟ الاس ديت هي البوزيشن بتاع البارتكل مكانه فين، البوزيشن بتاع البارتكل مكانه فين. ساعات بنسميها اس وساعات بنسميها اكس، دي كلها مجرد مسميات ما تلخبطش اي حد. ايه الاس وايه الاكس؟ هي عباره عن بكل بساطه عباره عن داله فانكشن في التايم بتحدد لي مكان البارتكل فين عند اي تايم تي. فانت بتعمل خط كده بسيط، الخط دايما دوت دايما اتجاهه بوزيتيف يمين، وبتعمل اوريجين بوينت عندها الاس بتساوي 0 او الاكس بتساوي 0، وتقول دي الاوريجين بوينت بتاعتي. دي الرسمه اللي احنا هنرسمها على طول في كل المسائل بتاعه شابتر 12 او بتاعه الكترينيال موشن اللي هي اول سيكشنين. وطبعا زي ما انت عارف لو انا بعوض في التايم تي هنا جوه الاس يطلع مكان البارتكل فين. فطبعا لو الاس بوزيتيف يبقى مكانه ناحيه اليمين او يمين الاوريجين بوينت، لو الاس بنيجاتيف يبقى هو شمال الاوريجين بوينت. ده كله كلام انت عارفه، انا مش ضايع فيه وقت اكتر من كده. طب ازاي بجيب الاس؟ طيب لو هو مديه الفيلوستي ما اعمل انتجريشن، كلام كله كلام فارغ. فهمسك الفي دي اعمل لها انتجريشن، الفي عندي عباره عن 4 تي ماينس 3 تي سكوير، هعمل لها انتجريشن، اعمل لها تكامل بالنسبه للتايم، اطلع الاس بكام. طب ليه هو مديني ات اس ب 0 تايم تي ب 0؟ طبعا الحته دي انا بسميها انيشال كونديشن او الشرط الابتدائي. احنا عارفين دايما ان اي تكامل لازم يطلع حاجه اسمها ثابت التكامل. احنا يا جماعه عارفين برضو ان التكامل له نوعين، في تكامل محدد وتكامل غير محدد. طبعا كان كله كلام ماس وانت ايه كنت بقى انت عارفه يعني. فهو بيديك هنا كده حاجه اسمها انيشال كونديشن، شرط ابتدائي عشان الثابت بتاع التكامل. فبيقول لك ان تايم تي بيساوي 0 كانت الاس بتساوي 0. فانا لما اجي امسك البي دي اعمل لها تكامل، هي الفي بتساوي 4 تي ماينس 3 تي سكوير، هعمل لها تكامل تبقى 2 تي سكوير ماينس تي كيوب بلس سي. كده انا عملت تكامل للسرعه. اجي بعد كده اعوض بالتايم تي هنا ب 0، تطلع الاس ب 0، الاقي ان الكونستنت بتاعك ده طلع ب 0. ففي الاخر الاقي المعادله بتاعتي ان الاس طلعت 2 تي سكوير ماينس تي كيوب. الكلام كله فارغ، ما فيش فيه اي مشكله. في الحاجه اللي انا عايز اقولها ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، خد بالك من حاجه، ان الاس دي يا جماعه الاس بتاعتك اللي هي 2 تي سكوير ماينس تي كيوب بتديني مكان البارتكل فين بالنسبه للاوريجين بوينت. يبقى خد بالك دي دايما كده متقاسه الريفرنس بتاعها او البوينت اللي هو بيقيس منها دايما هي الاوريجين بوينت. فالمعادله دي لما تعوض جواها باي تايم ويطلع لك اي رقم، يبقى الرقم ده بالنسبه للاوريجين بوينت مش الستارت بوينت. طبعا في فرق كبير بين الاوريجين بوينت والستارت بوينت. يعني ايه اصلا ستارت بوينت؟ ستارت بوينت يعني الاس كانت بكام التايم تي
بيساوي 0. هنا مثلا البارتكل بتاعنا بدا من عند الاوريجين بوينت فبسمي دي كده ستارت بوينت. لكن في مساله ثانيه ممكن الاس تكون بواحد التايم تي بزيرو عادي جدا، او الاس باثنين التايم تي بزيرو. انا دايما بقيس الاس بتاعتي المعادله بتاعتي منين؟ من الاوريجين بوينت. الكلام كله ما فيش فيه اي حاجه، فانا هسرع. بعد كده يقول لك بقى هات البوزيشن التايم تي ايكوال 4 ثواني، بعد ما جبت الاس تعوض جواها بتايم تي 4 ثواني تطلع الاس بتاعتك بكام. ماشي. في حته برضه هنا حلوه، احنا قلنا هنا التايم تي بيساوي 0 الاس كانت بتساوي 0، واتفقت معاك ان البارتكل بتاعك بدا حركته من عند الاوريجن بوينت. جميل. التايم تي بيساوي 4 لما عوضت في المعادله دي التايم تي بيساوي 4 طلع الاس بكام؟ طلع الاس بماينس 32. طلع الاس بماينس 32. يعني ايه ماينس 32؟ يعني هو هيتحرك ناحيه الشمال. شايفين السهم الازرق ده؟ السهم الازرق ده هو السهم اللي بيقول لي الحركه هتبقى ازاي؟ اتحرك ناحيه الشمال. جميل جدا. طب انا هسال سؤال، يعني انا عايز اسال سؤال كده. بس ضغط على او يعني انا دلوقتي من الرسمه هنا، من الرسمه معاك الصوت بيقطع جامد يا جماعه. دي طب في حد عنده صوت بيقطع برضه ولا واحد بس اللي عنده مشكله؟ انا برضه بيجي في حته كده يا باشمهندس بيقطع جامد. بص يا جماعه، هو يعني انا للاسف معلش النهارده بس في مكان كده مش في البيت، فشغال بالموبايل داتا بتاعتي بالنت، فهو يعني معلش هنستحمل معاه النهارده كده الصوت، ويعني ايه وان شاء الله المره الجايه هيبقى في واي فاي. يعني انا بس النهارده كده بره البيت يعني مش في البيت، فعشان كده شغال من الويب فالنت مش قوي يعني. فاحنا معلش هنعدي النهارده كده، ومن المره الجايه طبعا ايه هكون ايه هكون رجعت البيت فالنت يعني هيكون كويس يعني. بس هو الصوت طيب يعني الصوت قطع في حته في النص ولا يعني ولا الناس ماشيه عادي في المساله معايا؟ يا جماعة الناس ماشية معايا في مسألة عادي ولا في مشكلة؟ اه تمام يا باشمهندس. هو تمام هو ساعات بيقطع بس. ماشي هو قطع بسيط بس انتوا يعني معايا في المسألة صح؟ يعني ماشيين مع بعض في المسألة. ماشي. هي كده مسألة خلصت، بس انا طبعا ما بسيبش المسألة كده تعدي. هبدأ ألعب معاك شوية يعني لعبة كده بسيطة. حد يعرف يقول لي او يحدد لي مثلا احنا قلنا ات اس بتساوي 0 التايم تي بيساوي 0، طب انا اعرف منين ان هو في اللحظه دي هيمشي شمال مش يمين؟ يعني حد يعرف يقول لي انا ازاي مثلا في اللحظه دي الاكسلريشن اسال نفسي هل هو هيمشي ليفت ولا هيمشي رايت؟ ده سؤال مثلا ممكن اسال يعني ايه نساله مع بعض. التايم تي بيساوي 0 هل هو هيمشي شمال ولا هيمشي يمين؟ الحقيقه عشان تعرف السؤال ده بالظبط كده هشوف الفلوستي عامله ايه. فلو طلعت فوق مثلا الفلوستي بتساوي 4t minus 3t سكوير، الفلوستي بتساوي 4t minus 3t سكوير. لو جيت عوضت بتايم تي هنا بيساوي 0 يدي ال v بتساوي كام يا جماعه؟ يدي ال v بتساوي 0. طب ده معناه اصلا ان حتى كمان هنا السرعه ما عرفتنيش انا همشي ازاي. يعني التايم تي بتساوي 0 ال v بتساوي 0. طب حد يعرف ممكن نعمل ايه عشان نحل المشكله بتاعتنا؟ يعني انا هرجع لسؤالي تاني عشان بس ما حدش يتوه مني. انا سؤالي ببساطه انا بسالك في اللحظه التايم تي بيساوي 0 هل هيتحرك شمال ولا يمين؟ اول رد منطقي جدا وصح جدا واحد قال لي شوف الفيلوستي يا باشمهندس. شفت الفيلوستي لقيت عن تايم تي بتساوي 0 كانت الفي بتساوي 0، فالفيلوستي للاسف ما ساعدتنيش. يعني الفيلوستي ما ساعدتنيش. حاجه اقول لك خلاص الحل اللي بعد الفيلوستي ان انت تشوف الاكسلريشن. طب بكام الاكسلريشن؟ هعمل ده ديريفاتيف هيبقى 4 تي هتبقى 4 ماينس 3 تي سكوير هتبقى ماينس 6 تي. ده كده مين؟ ده كده الاكسلريشن. طب تعوض جواها بتايم تي بيساوي 0 يبقى هنا كده بكام الاكسلريشن؟ هتطلع باربعه.
طب هنا دي كده هل دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هنا كده الايه معناها بوزيتيف. طب الايه معناها بوزيتيف؟ بتحرك شمال ولا يمين؟ ها شباب الايه معناها بوزيتيف؟ بتحرك شمال ولا يمين؟ بتحرك يمين. يبقى كده المساله فيها غلطه ولا ايه؟ لا اتحرك يمين وبعدين هيرجع يتحرك شمال. ممتاز ممتاز جدا. المساله دي للاسف الرسمه اللي انا رسمها كده مش صح قوي، يعني الرسمه دي مش صح قوي، ان انا قلت لك ان هو هنا يتحرك شمال، الكلام ده مش صح. تعال المساله دي نحاول نفهمها اكتر. تعال المساله دي نحاول نفهمها اكتر. عشان المساله دي افهمها اكتر انا لازم اول حاجه اعرف امتى بيحصل سكون لحظي، يعني امتى بيحصل انستانتينيوس ستوبنج. فهاجي اعمل ايه؟ هاجي امسك الفي ديت، هاجي امسك الفي دي هسويها بزيرو. 4t minus 3t سكوير ايكوال زيرو يديني وقتين، يديني تايم تي بيساوي زيرو، و4 minus 3t عامل في البراكت اللي جنبها ده كله ايكوال تو زيرو. يديني كام تايم هنا؟ يديني 2 تايم. يديني 2 تايم حصل حاجه اسمها instantaneous stopping. اول حاجه تايم تي بيساوي زيرو، تايم تي بيساوي زيرو. تايم تي بيساوي زيرو ده انا بعتبره حاجه اسمها تايم اوف ستارت اوف موشن، تايم بدايه الحركه. طب البراكت الثاني لما اسويه بزيرو اديني تايم ثاني ايكوال 4 اوفر 3 سكند. يبقى هنا كده المساله بتاعتنا الحقيقه الرسمه الصح بتاعتها مش عارف انا رسمها تحت ولا لا، مش راسمها. الرسمه الصح بتاعتها ان البارتكل بتاعك هيبدا من عند الاوريجن بوينت هنا وبعدين هيتحرك يمين. فاجي اقول لك كده هناخد السهم ده كده وهو هيتحرك يمين، هيتحرك يمين ويمين تاني مثلا كده لحد لما يوصل في لحظه هنا اللحظه ديت هي اللحظه الثانيه اللي انا ممكن اقول لك ساعتها هنا كده التايم تي بيساوي 4 اوفر 3. 4 اوفر 3 هنا دي اللحظه اللي يحصل فيها انستانتينيوس ستوبنج، مخصوص محل انستانتينيوس ستوبنج اللي هو سكون لحظه. بعد لما يحصل انستانتينيوس ستوبنج يحصل له ايه؟ يبدا يعكس اتجاه حركته فيبدا بعد كده يتحرك شمال، فيبدا بعد كده يتحرك شمال. يبقى الرسمه الصح لو انت عايز الرسمه الصح للمساله هو اول حاجه هيتحرك يمين 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 لحد ما يوصل هنا في لحظه عن تايم تي بيساوي 4 اوفر 3 يحصل له سكون لحظي، وبعد كده يبدا يتحرك شمال لحد لما يوصل عند مكان عند تي 4 عند اس ايكوال ماينس 32. يبقى دي كده الرسمه الصح بتاعت المساله، ان البارتكل بدا حركته التايم تي بيساوي 0 هيتحرك يمين. طب عرفت منه انه يتحرك يمين؟ التايم تي بيساوي 0 عرفت ان هو اتحرك يمين؟ طلعت فوق عوضت بالفيلوستي لقيت ان الفي بتساوي زيرو والتايم بيساوي زيرو، فالفيلوستي للاسف ما ساعدتنيش. رحت جاي معوض في الاكسلريشن، التايم تي بيساوي زيرو كانت بكام الاكسلريشن؟ كانت باربعه. فاجي اقول لك التايم تي بيساوي زيرو هنا كانت الاي بتاعتك، الاي بتاعتك بتساوي اربعه والاي موجبه فهيتحرك يمين. هيتحرك يمين 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 لحد لما يوصل هنا في لحظه التايم تي بتساوي 4 اوفر 3. يحصل له ايه؟ يحصل له انستانتينيوس ستوبنج فيقف مكانه ويعكس اتجاه الحركه يتحرك شمال. فده كده اللي حصل في المساله بتاعتي. في حد عنده مشكله في المساله دي؟ في حد عنده اي سؤال في المساله كده؟ طب انا هسالك سؤال بالمره كده، لو التايم تي بتساوي 4 اوفر 3 متوقع ان الاي تبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ احنا عن تايم تي يا جماعه بيساوي 4 اوفر 3، انا قلت ده التايم اللي عنده الفي بتساوي 0 بيحصل انستانتينيوس ستوبنج من غير ما اعوض جوه الاكسلريشن، الاي هتبقى بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو في اللحظه دي نيجاتيف. هيتحرك ازاي؟ هيتحرك شمال، فالاي بتاعتك من غير ما اعوض هتبقى بالنيجاتيف. يبقى انت بتعرف اتجاه الحركه من حاجتين، من الفيلوستي، من الفيلوستي ومن الاكسلريشن. اول حاجه الفيلوستي، اول حاجه الفيلوستي هي اول هي اسرع حاجه تقول لك انت هتتحرك ازاي. لو في بوزيتيف يمين، لو في نيجاتيف شمال. ف
طب امتى بلجا للاكسلريشن؟ ببدا الجا للاكسلريشن في حاله ان الفيتو بقى بزيرو بس. في حاله ان الفيتو بقى بزيرو انا ما اقدرش اعرف فين اتجاه الحركه، فبعمل ايه؟ بروح اعوض في الاكسلريشن. فلو الفي بزيرو والاب نيجاتيف معناها هيتحرك شمال. طب هنا كده لو الفي بزيرو والاي بوزيتيف يبقى هيتحرك ازاي؟ يمين. يبقى يا جماعه الخلاصه عشان بس ما حدش تهمني، الخلاصه ان انت بتعرف اتجاه الحركه من الفي. الفي بتقول لك صراحه الحركه يمين ولا شمال. المشكله بتظهر لو كانت الفي بزيرو. لو كانت الفي بزيرو ساعتها انا لازم اروح اعرف بكام الاكسلريشن. لو الفي بزيرو والاي بوزيتيف يتحرك يمين. طب لو الفي بزيرو والاي نيجاتيف يتحرك شمال. ده الملخص بتاع الفي والاكسلريشن. المساله اللي بعديها مد البولوستي، سيبك منها كلام فارغ. طبعا انتوا عارفين ان ايه بتساوي دي في باي دي تي، ما فيش فيها اي فكره خالص، فسيبك منها. انا هنا كده عامل لك شويه ملخص كده بسيط. احنا عندنا يا جماعه بالظبط في الريتينال موشن عندنا ثلاث حاجات مهتمين بيهم: البوزيشن، الاس، الفيلوستي، الفي، والاكسلريشن. اس بتساوي 0 اوريجين بوينت، اس بتساوي بوزيتيف يبقى البارتكل موجود يمين الاوريجين بوينت، اس بتساوي نيجاتيف يبقى البارتكل موجود شمال الاوريجين بوينت. الفيلوستي لو بوزيتيف بيتحرك يمين مع البوزيتيف يمين، احنا دايما قلنا ان البوزيتيف ده من يمين. الفيلوستي لو نيجاتيف هيتحرك شمال. ده بالنسبه للفيلوستي. بالنسبه للاكسلريشن، بالنسبه للاكسلريشن لو الاي بتاعتك كانت بوزيتيف، لو عندك اكسلريشن معناها بوزيتيف، ده معناها ان هي اتجاهها يمين، اتجاه الاكسلريشن يمين. طب لو الاي بالنيجاتيف يبقى اتجاه الاكسلريشن شمال. خد بالك من حاجه، ولا خليها بعد كده، المسائل اللي بعديها اللي هتيجي. طب في حد عنده اي سؤال في الحته ديت؟ يعني انا مش عايز اقول كل حاجه في اول مساله ونمشي مع بعض خطوه خطوه، يعني انا مش عايز اصعب عليك في اول مساله، نمشي خطوه خطوه. في حد عنده مشكله في الحته دي يا شباب؟ في حد عنده مشكله في الجزء دوت؟ ماشي نكمل مع بعض. المساله اللي بعديها طبعا انا ايه بجري المسائل، المسائل كلها تافهه فانا بجريها. ماشي المساله الجايه دي حلوه جدا بقى. بيقول لي بارتكل ترافلز الونج ستريت لاين وليه اكسلريشن بتساوي 10 ماينس 0.2 اس، وير اس از ميجرد ان مترز ديترماين ذا فيلوسيتي اوف ذا بارتكل. وين اس بتساوي 10، عايز يعرف السرعه بكام لما تكون الاس ب 10. اف لو كان الفيلوسيتي بتساوي 5 ات اس بتساوي 0. المساله دي انا عايز منها حته صغيره، عايز منها التيبل ده. التيبل دوت هو اهم حاجه في سيكشن النهارده او في المسائل بتاعت التوتوريال 1. هنا بقول لك حاجه مهمه جدا، هنا بديك ثلاث احتمالات للاكسلريشن. ممكن الاي بتاعتك تبقى داله في التايم، ممكن الاي بتاعتك تكون داله في الاس المسافه، ممكن الاي بتاعتك تكون داله في الفي. فانا عندي ثلاث اشكال للاكسلريشن، يا اما داله في التايم، يا اما داله في الاس، يا اما داله في الفي. على حسب شكل الاكسلريشن ببدا اختار تعوض بيها بقانونين، لا اما دي في باي دي تي، لا اما في دي في باي دي اس. دول القانونين بتوع الاكسلريشن، لا اما احط اشيل الاي واحط مكانها دي في باي دي تي، لا اما اشيل الاي واحط مكانها في دي في باي دي اس. طب انا بختار مين؟ على حسب الشكل اللي عندك. لو الاي داله في التايم فخصم من عندك لازم تحطها دي في باي دي تي. دي في باي دي تي يبقى الفي تكامل للاي دي تي، تطلع هنا في داله في التايم، تطلع هنا في داله في التايم. طب الحاله الثانيه لو الاي داله في الاس يبقى غصب عني لازم اختار الصيغه الثانيه ان الاي بتاعتك بتساوي في دي في باي دي اس، فهاخد في دي في ناحيه في طرف، هاخد في دي في في طرف واي دي اس في طرف ثاني، وهعمل تكامل للبوث سايدز هيطلع هنا في داله في الاس. فخد بالك هنا طلع في داله في التايم، هنا طلع في داله في الاس. النوع الثالث اللي هو اصعب نوع، هو مش صعب بس هو ايه عايز شويه تفكير، يعني ان يدي الاي بتاعتك داله في الفي. يدي الاي داله في الفي بقى انت ليك حريه، لا اما تشيل الاي وتحط مكانها
دي في باي دي تي زي اول كيس، لاما تشيل الـ A وتحط مكانها في دي في باي دي اس زي سكند كيس. دول الثلاث حالات او الثلاث اشكال بتوع الاكسيليريشن. دي اهم حته في المساله. الجدول ده انا عايزه بلوزه قدامك كده، وهتبقى انت عارف انا بستخدم انهي قانون على حسب الجيفن بتاع الاكسيليريشن. فانا لو جيت بصيت في المساله بتاعتي فوق هنا، هنا الـ A داله في مين؟ هنا الـ A داله في الاس، يعني دي انهي حاله؟ دي الحاله الثانيه. يبقى لازم هنا اشتغل بالحاله الثانيه، هشيل الـ A واحط مكانها في دي في باي دي اس. فده اللي انا هعمله بالظبط، هشيل الـ A واحط مكانها في دي في باي دي اس، هيبقى في دي في باي دي اس ايكوال 10 ماينس 0.2 اس. هبدا اودي في دي في الناحيه الثانيه و10 ماينس 0.2 اس الناحيه الثانيه دي اس، وهعمل لبوث سايز انتجريشن. هنا برضو انا حاولت اغير شويه وهعلمك يعني ايه تكامل محدد. المساله اللي فاتت او اللي قبلها عملنا تكامل غير محدد وضفنا في الاخر كونستنت، وقلت لك ده اول نوع من التكامل. قلت لك احنا عندنا في نوعين من التكامل، في تكامل غير محدد يعني تكامل من غير ليميتس لازم في الاخر اضيف كونستنت، وفي تكامل ويز ليميتس بحط له ليميتس حدود ده ما اضيفش فيه كونستنت. فانا لو عايز التكامل دوت اعمله تكامل محدد. هنا على الشمال انت بتكامل بالنسبه لمين؟ بتكامل بالنسبه للدي في، فيبقى تكامل من الفي نوت بسرعه بدائيه للفي فاينل. طب هنا بتكامل بالنسبه لمين؟ على اليمين. بتكامل بالنسبه للدي اس، يبقى هكامل من اس نوت اس انيشال لحد اس فاينل. طب بكام في نوت وكام اس نوت؟ لو طلعت في المساله بتاعتي الاقي ان هو مديني لما تكون الفي بخمسه الاس بتساوي زيرو، فهبدا اعوض الفي نوت بخمسه، الفي نوت بخمسه والاس بتاعتي بتساوي زيرو، والطرف الثاني او الليمت الثاني اسميه اي في، والطرف الثاني هنا اسميه اي اس، وهبدا اعمل تكامل. طبعا خد بالك في دي في لما عملناها تكامل هتبقى نص في سكوير، نص الفي سكوير يبقى مطلوب منك تعوض مرتين، تعوض مره بالفي يبقى نص في سكوير ماينس نص في سكوير، بس اعوض بكام؟ ب 5، يبقى 0.5 في سكوير ماينس 0.5 في سكوير. ده كده مين؟ ده كده الجزء اللي هو اللي على الشمال. الجزء اللي على مين؟ هي 10 ماينس 0.2 اس، هتعملها تكامل بالنسبه للدي اس، ال 10 هتبقى 10 اس، ال 0.2 اس هتبقى 0.1 اس سكوير، ونفس الكلام هعوض مرتين، مره باس ماينس مره بزيرو. في الاخر اطلع معادله في الاخر ان الفي داله في الاس اهيت 0.5 في سكوير. طبعا ايه بسطت المعادله، جبت في الاخر في داله في الاس، والكلام ده احنا عارفينه من البدايه. احنا عارفين من البدايه ان المساله بتاعتنا هي الحاله الثانيه بتاعت الاكسيليريشن، فهيطلع في داله في الاس. صعب الكلام ده؟ ها يا شباب في حد عنده اي سؤال؟ طبعا هو عايز الفي بكام عند اس ب 10؟ احنا طلعنا في الاخر في داله في الاس، احنا طلعنا في الاخر هنا طلعنا في داله في الاس، تيجي هنا تعوض بعديها هنا الاس ب 10 تطلع في بكام. طبعا يعني بصوا يعني انا في الباوربوينت هنا انت بتلاقي الحلول كلها معاك، المساله كلها بحلولها بالفاينل انسر كلها معاك في الباوربوينت هنا. صعب الكلام ده؟ ها شباب في حد عنده اي مشكله؟ انا زي ما قلت لكم في الاول انا اهم جزء عندي في المساله هو الجزء ده، ان بقول لك في 3 كيسز للاكسيليريشن او 3 انواع للاكسيليريشن. في حد عنده اي مشكله؟ انا بشرح بسرعه عشان المساله سهله، يعني مساله سهله عشان بشرح بسرعه. ماشي ما حدش سالني السؤال ده صحيح، يعني ما حدش قال لي ان لما تعوض جوه هنا الاس ب 10 ده كده سكوير روت. لما عوض جوه الاس ب 10 لقيت ان الفي اوف 10 ليها حلين، بوزيتيف 14.3 او نيجاتيف 14. طبعا انا عارف ان 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 هنا يعني الناس كده لو انت يعني ايه عوض كده بالكالكوليتور هنا كده جوه 10 هنا عوض الاس ب 10 عوض الاس ب 10 طبعا انت تحت سكوير روت تحت اللي هي انت بتطلع رقم تحت الروت، فطبيعي يبقى رقم بوزيتيف اللي هو 14.3. فيجي السؤال انا ليه ممكن احط نيجاتيف؟ يعني انا ممكن ليه احط نيجاتيف؟
خد بالك من حاجه برضه اقولها لك، النيجاتيف فيلوسيتي معناها ايه؟ يعني احنا النيجاتيف فيلوسيتي معناها ايه؟ النيجاتيف معناها اتجاه. ترجمه النيجاتيف يا جماعه الاشاره السالبه اللي بتطلع من الحل بتاع الفي او اللي هي بتبقى موجوده جنب رقم الفي ده بالنسبه لنا احنا بتاع ميكانيكا، ده بيقول لي ان هي في اتجاه شمال مثلا. يعني احنا بالنسبه لنا الاشاره السالبه ده، الاشاره السالبه دي عباره عن اتجاه مش عباره عن رقم. اشاره سالبه قبل الرقم معناها اتجاه، فبوزيتيف معناها اتجاه يمين، نيجاتيف معناها اتجاه شمال. طب انا لما اعوض هنا ب 10، لما اعوض هنا ب 10 هيطلع في الاخر ب 14.3. طب هل اخد 14.3 ولا اخد نيجاتيف 14.3؟ حد يعرف يجاوب على السؤال ده؟ يعني انا دلوقتي عوضت ب 10، عوضت ب 10 طلع لي رقم اللي هو 14.3. طب اخده بوزيتيف 14.3 ولا اخده نيجاتيف؟ ما حدش يقول لي ما ينفعش اخد نيجاتيف، يعني ما حدش يقول لي ده تحت الروت يا باشمهندس، فما فيش حاجه اسمها نيجاتيف تحت الروت. انت كده بتتكلم كلام ماثيماتكس. لا احنا هنا ميكانيكا، نيجاتيف معناها اتجاه شمال، فما حدش يقول لي ما ينفعش نيجاتيف عشان تحت الروت. لا لا انا بتكلم من الناحيه الميكانيكيه، يبقى 14.3 دي اتجاهها يمين ولا اتجاهها شمال؟ السؤال ده سألته الترم اللي فات. الحقيقة السؤال ده عشان أجاوب عليه، يعني السؤال ده عشان أجاوب على الحتة ديت، أنا اضطريت أروح أرسم البارتكل اتحرك إزاي. يعني أنا عشان أجاوب على السؤال ده، فكرة ده كان سؤال طالب سألني السؤال دوت، اضطريت عشان أجاوب على سؤاله أروح أرسم الحركة ماشية إزاي. فطبعا اختصارا للوقت، يعني اختصارا للوقت، لما جيت رسمت مع الطلبه ساعتها المساله، لقينا الرسمه طلعت بالشكل ده. انتوا متخيلين المساله انا خدتها مع الطلبه ساعتها وقعدت ارسمها معاهم، طلعت في الاخر بالشكل ده. الشكل ده معناه ايه؟ ان البارتكل بتاعك اللي هو الكره الزرقاء ات اس بتساوي 0 وفي بتساوي 5 بدا حركته من هنا من عند الاوريجين بوينت. V بتساوي 5 فهي قيمة موجبة، معناها يتحرك ناحية اليمين، وده اللي حصل، فتحرك فعلا ناحية اليمين لحد لما وصل هنا حصل له instantaneous stopping، وقف هنا وتحرك بعدها ناحية الشمال. خد بالك انت الارقام كلها موجودة، هو وصل هنا at S بتساوي 101 كانت ال V بتساوي 0 instantaneous stopping، كانت ال A بنيجاتيف فهيتحرك شمال، اتحرك شمال 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 لحد لما وصل هنا. وصل هنا at S بتساوي minus 1.2، حصل له سكون لحظي للمرة التانية، عند S بتساوي minus 1.2، ولنا جينا هنا لقينا ان الاكسيليريشن بتساوي positive 10.2، فغير اتجاه حركته ومشي يمين. فدي كده الرسمة اللي انا رسمتها مع زمايلكم قبل كده الترم اللي فات. طب من الرسمة هنا احنا جايبين ال V امتى؟ at S بتساوي 10. احنا جايبين ال V هنا at S بتساوي 10، رحت جاي كده عامل لهم خط اهو، انتوا شايفين كده خط اسود، قلت لهم ده الخط اللي عنده، انا ممكن كده اكتب عليه ده الخط اللي عنده S بتساوي 10. شايفين ايه اللي حصل؟ ات اس بتساوي 10 في الخط دوت في كام اتجاه للسرعه؟ في 3، مره كان ماشي يمين فالفي بتساوي بوزيتيف 14.3، ومره كان ماشي شمال فالفي بتساوي نيجاتيف 14.3، ومره كان ماشي يمين تاني فالفي بتساوي بوزيتيف 14.3. ففي الاخر اكتشفنا في الاخر ان ات اس بتساوي 10 هو ليه بوزيتيف ونيجاتيف. ليه في بوزيتيف اهيت، في بوزيتيف اهيت، وليه كمان في نيجاتيف اهي. يبقى الحلين صح، يبقى البوزيتيف صح والنيجاتيف برضو صح. إيه الناس فاهمه اللي بقوله ولا في مشكله عند حد؟ لا تمام يا شباب. انا بس حبيت يعني ده كان سؤال زميل ليكم وقعدت امشي معاه لحد لما وصلنا ان الحلين صح، البوزيتيف صح والنيجاتيف صح.
الاثنين صح، عشان برضو محدش يقول لي ديت روت. ايوه ما فيش حاجه اسمها نيجاتيف تحت الروت، احنا النيجاتيف عندنا عكس الاتجاه. إيه في حد كان بيسال ولا بيقول تماما؟ ايوه ايوه يا باشمهندس. طب انا دلوقتي في الامتحان بكتب البوزيتيف او النيجاتيف ولا بكتب الاثنين مع بعض ولا بعمل ايه؟ بص هو في الامتحان، هو في الامتحان انت امتحان كله ام سي كيو، فهو في الامتحان ما افتكرش ان احنا ممكن يعني نصعب معاك للدرجه دي يعني في الامتحان. يعني انت هتلاقي بوزيتيف، هو طبعا لو لقيت بوزيتيف اختار بوزيتيف، لو لقيت نيجاتيف اختار نيجاتيف. بس هو الصح يبقى الاثنين، فلو لقيت بوزيتيف ونيجاتيف في اختيار يبقى ده اختيار الصح. يعني انت لو لقيت بوزيتيف 14.3 لوحدها تبقى دي صح، لو لقيت نيجاتيف 14.3 لوحدها بس من غير اي حاجه ثانيه تبقى دي صح. طب لو لقيت، لو لقيت بوزيتيف 14.3 ولقيت نيجاتيف 14.3 ولقيت حل الثالث بوزيتيف ونيجاتيف 14.3 يبقى ايه صح؟ بوزيتيف رقم 3 بوزيتيف نيجاتيف، يبقى الصح بوزيتيف نيجاتيف 14.3. فهو الاختيار الصح ايه على حسب ايه اللي مديهولك. يعني الاختيار الصح ايه هنا على حسب ايه اللي مديهولك. لو مديك بس بوزيتيف 14.3 لوحدها تبقى دي صح، لو مديك نيجاتيف 14.3 لوحدها تبقى دي الصح. طب لو مديك حل ثالث بوزيتيف نيجاتيف 14.3 او بوس مثلا يبقى مين اصح؟ بوس. بس طبعا احنا كده ايه يعني بنصعب عليك قوي يعني. المهم ماشي يا باشا. في الحته دي، في الحته دي انا كنت بعرف الطالب ازاي يعرف اتجاه الحركه، وبقول له اتجاه الحركه تعرفه عن طريق الفيلوسيتي صراحه. لو بوزيتيف يبقى يمين، لو نيجاتيف يبقى شمال. طب لو فيلوسيتي بزيرو اللي هي الحاله اللي احنا قلناها اللي هو انستانتينس ستوبينج، ساعتها لو الفي بزيرو ارجع اقول لك شوف بكام الاكسلريشن. لو الفي بزيرو والاي بوزيتيف يبقى يمين، لو الفي بزيرو والاي نيجاتيف يبقى شمال. يبقى خد بالكم من حاجه، عشان اعرف اتجاه الحركه بركز الاول على الفيلوسيتي. لو فيلوسيتي بوزيتيف يمين خلاص ما فيش فيها كلام، لو نيجاتيف شمال. طب لو بزيرو هقول لك ساعتها لو الفي بزيرو ارجع احسب بكام الاكسلريشن. لو في بزيرو واي بوزيتيف يبقى يمين، لو في بزيرو اي نيجاتيف يبقى شمال. كلام قلناه في اول مساله. هو في حد بيسال ولا انا بتهادس في صوت ولا ده حد بيكلم حد؟ ماشي. في يا جماعه حد عنده سؤال؟ في حد عنده اي سؤال؟ بس يا جماعه يعني يا ريت الناس اللي هي ما بتسالش تقفل المايك. يعني انا فاتح المايك الناس كلها، بس لو حد ما بيسالش يقفل المايك عشان خاطر ما نسمعش اي دوشه جنبه. يعني المساله اللي بعديها ما فيش فيها اي فكره خالص، فسيبك منها ما واش دماغنا بيها، انت حلها انت. يعني خد بالك يعني هي موجوده تحلها انت، انا ما فيهاش فكر. يعني انا مش عايز يعني اضيع فيها وقت، ده الغرض بتاعي مش اكتر، لكن انت حلها عادي. ده كله كلام فارغ. بس يا جماعه انا بقول كلام فارغ ان احنا نضيع فيه وقت، لكن طبعا انت الوورد هبعته لك تحله في البيت، انت تحل في البيت. انا بس بقول لك كلام فارغ يعني ما نضيعش فيه وقت. نخش على الجزء الثاني من السكشن. احنا هنكمل لسه زي ما احنا شغالين لسه في التينير موشن. تعالى بقى نتكلم مع بعض. ده بقى الكلام المهم يا جماعه. طبعا من الحاجات المهمه جدا في الكترينيال موشن عقب خط مستقيم، اول حاجه بيقول لك الديسبليسمنت اللي هي الدلتا اس. الديسبليسمنت هي باختصار هي عباره عن الاس فاينل ناقص الاس انيشال. الديسبليسمنت بتاعتك بديها رمز دلتا اس، ممكن تبقى بوزيتيف، ممكن تبقى نيجاتيف، وممكن تبقى زيرو. طب حد يعرف يقول لي امتى الديسبليسمنت تبقى بزيرو؟ يعني حد يعرف يقول لي امتى لو رحت نفس المسافه ورجعت نفس الكلام البدايه والنهايه واحده؟ البدايه والنهايه كلام كله صح. الديسبيسمنت بزيرو لو البارتيكل بتاعي كان واقف في مكان مثلا هنا وليكن مثلا هنا، مشي يمين لحد لما وصل هنا ورجع تاني لنفس المكان، فكلكم قلتوا اجابه صح. ففعلا الديسبيسمنت ممكن تبقى بوزيتيف، ممكن تبقى نيجاتيف، ممكن تبقى زيرو. الحاجه الثانيه المهمه جدا حاجه اسمها التوتال ديستانس ترافلد.
بديها رمز اس تي، بديها رمز اس تي، وخد بالك هي دايما بوزيتيف. خد بالك ان الاس تي ديت دايما رقم موجب، ما ينفعش يكون سالب. هي المسافه او المسافه المجموع المسافات اللي مشيها او المسافه الكليه اللي سافرها البارتكل اسمها اس تي، دي رقم دايما بوزيتيف. اس تي عشان احسبها انا عندي ثلاث طرق، انا عندي ثلاث طرق. هقول لك اسهل طريقه، هقول لك اسهل طريقه لو انت ما عندكش وقت والامتحان قرب يخلص ومزنوق عايز تحل المساله دي على طول. اسهل طريقه ان الاس تي بتساوي تكامل من تي 1 لتي 2 ابسوليوت الفي دي تي. دي على الكالكوليتور تطلع الحل في ثانيه. سيبك بقى من ايه، من القوانين الكتير وان انت تقعد تلف حوالين نفسك، لا لا جربها حتى في البيت. طبق القانون ده، اعمل تكامل من تايم الاولاني للتايم الثاني ابسوليوت، هقول ثاني ابسوليوت للسرعه، يطلع الاس تي في ثانيه. ده اول طريقه واسرع طريقه، وبقولها دايما لو انت مزنوق في الوقت. الطريقه الثانيه، اعمل بلوت للمسار، اعمل بلوت لشكل المسار. يعني ايه بلوت لشكل المسار؟ يعني مثلا يعني عملنا احنا قبل كده اهو، يعني مثلا احنا اهوت من شويه مثلا اهوت اللي انا عملته معاكم اول مساله اهو، ده كده بسميه بلوت شكل المسار. البارتكل بدا من هنا، اتحرك يمين، وقف هنا، اتحرك شمال. الرسمه دي او العك ده يعني اللي كله اسهم ده بسميه المسار بتاع البارتكل. الطريقه الثانيه ان انا ارسم المسار بتاع البارتكل ده، ارسم المسار بتاع البارتكل ده. الرسمه دي لو انت رسمتها هتعرف تحسب على طول بكام المسافه الكليه اللي مشيها، سهله جدا. طب الرسمه دي عشان اعرف ارسمها، يعني عشان نعرف نرسم يا جماعه الرسمه دي مع بعض، عملنا ايه؟ لو جيت لاحظت كده ان احنا الرسمه دي عشان نرسمها عرفنا هو بدا حركته منين، عرفنا فين بدات الحركه، عرفنا امتى حصل له سكون لحظي، وعرفنا وقف فين او نهايته كانت فين. ده اللي احنا عملناه بسرعه جدا مع بعضين، حددنا بدا منين، حددنا امتى حصل له سكون لحظي، حددنا نهايته كانت فين، رسمنا المسار. من على المسار هنا اقدر اقول لك هو اتحرك قد ايه. هقول لك مثلا مشي مسافه يمين 5، طبعا دي مش 5 يعني اعتبرها مثلا 5، انا هنا اصلا مش هحسبها. مشي مثلا 5 يمين، بعد كده مشي 5 شمال يبقى 10، انا بدي اي ارقام يعني. بعد كده مشي مسافه شمال ثاني 32، يبقى 10 بلس 32 يعني بتتكلم في 42، يبقى جمعتها من الرسمه، جمعتها من الرسمه. دي الطريقه الثانيه، دي الطريقه الثانيه اللي بقول لك اعمل بلوت للمسار. بس عشان تعمل بلوت للمسار لازم الاول تشوف امتى حصل سكون لحظي، لازم تشوف امتى حصل سكون لحظي. ولو المساله، ولو المساله رخمه شويه، خد بالك هو هنا حصل كم مره سكون لحظي، هنا حصل مره واحده سكون لحظي. طبعا احنا ممكن نصعبها عليك اكتر من كده. هنصعبها ازاي؟ حركه معروفه قوي، نخليه يحصل مرتين سكون لحظه. بص هيبدا حركته من هنا، هيمشي يمين يحصل له اول مره سكون لحظه، بعدين يمشي شمال تاني مره سكون لحظه. فاحنا ممكن نصعب المساله نخليه في وقتين سكون لحظه. طبعا ده اللي بيجي في الامتحان في الاخر، يعني لو احنا ايه مساله فاينل او مساله ميد تيرم يعني، فمعظمها بيبقى فيه مرتين سكون لحظه. ده كده الطريقه الثانيه ان انت تعمل بلوت للمسار. في طريقه ثالثه اقول لك، في طريقه ثالثه بس مش موجوده في فيبرول، يعني الطريقه الثالثه ديت موجوده في كتاب ثاني اسمه فيكتور ميكانكس بتاع واحد اسمه ميليم. هو حط قانون للاس تي، حط قانون للاس تي. ايه هو القانون؟ ركز بقى معايا، دي كده الطريقه الثالثه. هو قال لك ايه؟ لو فرضنا مساله حصل فيها مره واحده بس سكون لحظه، حصل فيها مره واحده بس سكون لحظه،
يبقى احنا كده المساله فيها كام تايم؟ 3 تايم تي نوت، تايم بدايه الحركه، تايم تي عند تايم اللي عنده في بيساوي 0 ده التايم الثاني، تايم تي فاينل التايم الثاني. فدي كده المساله بتاعتنا. المساله بتاعتنا عباره عن 3 اوقات حصل مره واحده بس يكون لحظي تايم تي بتساوي في بتساوي 0 حصل ما بين الانيشال والفاينل. المساله دي لو عايز احسب لها الاس تي قال لك هتعمل 2 براكتس. ركز بقى معايا عشان تعرف هي بتتحفظ ازاي. قال لك حصل مره واحده تكون لحظي هتعمل 2 براكتس، 2 براكتس جواهم هتعوض بالاس اللي هو البوزيشن. هنبدا من الاخر من الاخر لقدام. هنا فين اخر وقت تايم تي فاينل؟ احط اس فاينل يبقى اعوض جوه البوزيشن بتايم تي فاينل اس فاينل. هقول ماينس الاس عند التايم الثاني اللي هو في بتساوي 0 ده اول براكت بلس اللي انا حطيته هنا هحطه ثاني هنا. شايفين يعني الحاجتين اللي جنب بعض نفس الاس، هنا اس عن تايم في بتساوي 0، هنا اس عن تايم في بتساوي 0 ماينس اخر حاجه هي مين؟ الاس نوت. يبقى خد بالك احنا هنا عملنا تو براكتس ومشينا من الاخر للاول، من اس فاينل اس عند بي بتساوي 0 اس عند بي بتساوي 0 ماينس اس نوت. دي كده فورمولا او قاعده ممكن تستخدمها تطلع برضو اس تي. بس جه قال لك الحاله الاصعب بقى لو حصل مرتين سكون لحظه، حصل مرتين سكون لحظه يبقى عندي كام وقت؟ 4 time initial اول مره سكون لحظي، ثاني مره سكون لحظي، time final. دول كده كام وقت؟ 4 اوقات. 4 اوقات يبقى كام براكت؟ انقص واحد يبقى 3. هنا 3 اوقات 2 براكت، هنا 4 اوقات 3 براكت. ونفس الكلام برضو اللي عملناه هنا هبدا من الاخر للاول. هنا من الاخر اللي هو مين؟ اس فاينل. طب اس فاينل اخر واحد قبليه على طول مين؟ اس عند سكون اللحظه الثاني، او اس عند سكون اللحظه الثاني، اس عند سكون اللحظه الثاني. برضو اللي جنب بعض زي بعض، اللي جنب بعض زي بعض، هنا كده اللي جنب بعض زي بعض. طب بعد الاس عند سكون اللحظه الثاني مين اللي قبليها؟ اس عند سكون اللحظه الاولاني. نفس الكلام اللي جنب بعض زي بعض، اس عند سكون اللحظه الاولاني. واخر حاجه اس نوت. كده انت معاك 3 طرق تحسب بيها الاس توتال. اول حاجه من القانون بتاع التكامل، تاني حاجه من المسار بتاع البارتكل. نعم. هو طريقه السكون دي حتى لو كان في سكون لحظي، اول طريقه بتاعه التكامل ينفع لاي حاجه. انا جايب لك ممكن تزود عليها يا باشمهندس او توضيح اكتر. ما انا حد معاكم ماشي يا جماعه. انا قلت لكم ان انا في اول كل سيكشن ببدا بالسمري، ده سمري اهو. انا بس هنا بجمع القوانين وهبدا احل معاك دلوقتي، هحل معاك ما تقلقش. بعد كده في حاجه يا جماعه، انا عارف ان يعني ايه، في ممكن منكم استوعب اللي انا بقوله وفي ما استوعبش. انا لسه هحل. انا بس بحب اعمل ملخص القوانين في الاول عشان تجمع كل القوانين في الاول قدامك وانت بتذاكر، بس انا لسه هحل دلوقتي حالا. فاللي فهم اوكي، اللي ما فهمش يصبر شويه لما احل مثال. اخر حاجتين برضو، حاجه اسمها الافريج فيلوسيتي، الافريج فيلوسيتي، وحاجه اسمها الافريج سبيد. ايه الفرق؟ الافريج فيلوسيتي هي الديسبيسمنت على التايم. طب الافريج سبيد هي التوتال ديستانس على التايم. يبقى خد بالك displacement على التايم average velocity، total distance على التايم average speed. طب هسأل سؤال اشوف الناس صحية ولا لا. ينفع average speed تبقى بالنيجاتيف؟ جماعة ينفع average speed تبقى بالنيجاتيف؟ لا بس انا هسألك سؤال، هو الدلتا تي دوت هو مين؟ التايم الكبير ناقص الصغير دايما ماله؟ دايما بوزيتيف. الاس تي ديت ممكن تبقى نيجاتيف؟ لا مستحيل. المفروض يا ابني اس تي ديت احنا قلناها من شويه، اس تي اهيت قلناها فين؟ على طول اس تي التوتال ديستانس ترافلد اهيت بوزيتيف اونلي اهي، ما تنساش الاس تي دايما بوزيتيف. فمن هنا اقدر اقول لك ان
الافرج سبيد، الافرج سبيد دايما بوزيتيف. طب الافرج فيلوسيتي والله بقى على حسب، لو الديسبيسمنت بوزيتيف يبقى الافرج فيلوسيتي بوزيتيف، طب لو الديسبيسمنت نيجاتيف يبقى الافرج فيلوسيتي نيجاتيف، طب لو الديسبيسمنت بزيرو يبقى الافرج فيلوسيتي مالها بزيرو. ده الفرق بين الافرج فيلوسيتي وبين الافرج سبيد. في برضو حاجه يقول لك مثلا فايند التيرمينال فيلوسيتي، كلمه يا جماعه التيرمينال معناها ماكسيمم، خليك فاكر الحته دي عشان ممكن تلاقيها في مسائل كتير. كلمه تيرمينال يعني ماكسيمم، اقصى سرعه. بتحسبها ازاي هقول لك كمان شويه. طبعا بقى نخش على الاكسلريشن، بقى نخش على الاكسلريشن. احنا قلنا الاكسلريشن ليها كام قانون، قلناها من شويه قانونين، لا اما دي في باي دي تي لا اما في دي في باي دي اس. انا بس هشيل التايم تي ده واخليها ايه بس كده، يبقى الايه ممكن قانونين، لا اما دي في باي دي تي لا اما في دي في باي دي اس. طب في حاجه اسمها الافرج اكسلريشن، في حاجه اسمها الافرج اكسلريشن، بجيبها ازاي؟ الافرج فيلوسيتي على الدلتا تايم. طب بكام الافرج فيلوسيتي؟ قلناها من فوق اهي، هي الديسبيسمنت على الدلتا تايم. يعني ايه الناس تمشي معايا؟ انا لسه هحل. اخر حاجه بقى اللي الكل عارفها، يعني لما تكون الاي كونستنت، لما تكون الاي كونستنت بيكون عندك ثلاث قوانين انتوا عارفينها من زمان قوي، في فاينل ايكوال في نوت بلس الاي دلتا تي، دلتا اس هي الفي نوت تي بلس هاف اي دلتا تي سكوير، في فاينل سكوير ايكوال في نوت سكوير بلس 2 اي دلتا اس. طبعا الكلام ده كله انتوا عارفينه. هقول حاجه بس ولا خليها بعدين عشان بس ما حدش يتلخبط دلوقتي. تعالى طيب ناخد مثال مثلا على الكلام ده. الناس عايزه المثال بتاع، بصوا طبعا احنا كده دخلنا في السكشن الثاني اللي احنا ان شاء الله المفروض هنكمله الاربع الجاي. هاخد بس مثال صغير وبعدين هنكمل. انا يا جماعه النهارده ان شاء الله هبعت لكم ملفين وورد او ملفين بي دي اف، بي دي اف بتاع اول شرح قلناه بتاع توتوريال 1 وبي دي اف بتاع توتوريال 2. 1 دي خلصناها خلاص، 2 هنخلص شويه دلوقتي وهنكمل المره الجايه. المساله دي مثلا بيقول لي انيشالي كار ترافلز في خط مستقيم وذ سبيد 35، بعد كده قال لك اف ذا بريكس ابلايد استخدم فرامل يعني والسبيد قلت ل 10. ماشي، قلت ل 10 في وقت قد ايه؟ في وقت 15 ثانية. ماشي. Determine the constant deceleration. عايز يعرف بكام الديسيليشن. وهو راجل صريح معاك. قال لك constant deceleration. صريح جدا معاك. ماشي. لا هنا كده العجلة ثابتة. يبقى أنا ممكن أستخدم الثلاث قوانين دول. V final equal. Delta S equal. V final square equal. تعال نشوف منهم إيه المعادلة اللي أقدر أستخدمها وايه المعادله اللي ما اقدرش استخدمها. تعال نشوف مثلا لو طبقت اول معادله الفي فاينل معاك ب 10، الفي نوت معاك ب 35، الايه هو اصلا عايز الايه، الدلتا تي ب 15، يبقى اول معادله لو طبقتها اجيب على طول الايه بكام. طب تعال نبص المعادله الثانيه لو ينفع اطبقها على طول ولا ما ينفعش. المعادله الثانيه دلتا اس معاك في المساله؟ لا مش معايا. يبقى لو واحد جه يفكر يطبق المعادله الثانيه على طول مش هيعرف بسبب ان دلتا اس مش معاه. طب الفي نود معاك، التايم تي اللي هو دلتا تي معاك، الاكسلريشن مش معاه. يبقى انت لو طبقت المعادله الثانيه على طول هتلاقي فيها كم مجهول؟ مجهولين، الاس والاي. الاس مش معاك والاي مش معاك. طب المعادله الثالثه نفس الكلام، فيها مجهولين برضو، الاي والاس. الخلاصة ان انت في المسألة ديت انت معاك الـ V نوت ومعاك الـ V final ومعاك الـ time، فلازم اجباري اطبق اول معادلة. اطبقها اطلع بكام على طول acceleration او deceleration. في حد عنده اي مشكلة يا جماعة؟ ممكن دي نكبرها شوية كده. في حد عنده اي مشكلة؟ صحيح في حاجة نستقبلها لكم مش عارف انتوا عارفينها ولا لأ. الكتاب اللي معاك دوت فيه ميزه حلوه قوي، يعني هيبلر دوت فيه ميزه حلوه قوي. ايه الميزه؟
ان انت اي مساله هنا اي مساله هنا انت معاك حلها. هتقول لي ازاي؟ اقول لك بكل بساطه تعالى في اخر الكتاب خالص. اخر الكتاب خالص هتلاقي مديك حلول كل المسائل. شايف؟ يعني مساله احنا مثلا بنحل دلوقتي في شابتر 12 مساله كام دي اللي انا بحلها معاك مثلا؟ اهي مساله 12 1. الحل ده مثلا اهو فين اف 12 1؟ اهو اف 12 1 موجود فين؟ اهو شايف الحل اهو. ده ميزة هبرل. ميزة هبرل ان هو بيديك كل الحلول، بيديك كل الحلول. المسائل الفاندمنتال بيديك ليها ستيبس خطوات. الفاندمنتال بيديك ليها ستيبس خطوات. طب المسائل اللي بعد الفاندمنتال هنزل تحت شويه كمان. ده فاندمنتال 12، ده فاندمنتال شابتر 13. ننزل تحت اكتر لحد لما نخلص كل الفاندمنتال. لحد لما نخلص كل الفاندمنتال. خلصت كل الفاندمنتال يخش على المسائل الثانيه بقى اللي هي المسائل اللي بعد الفاندمنتال. شابتر 12 بيديك مثلا 12 1، مساله 1 شابتر 12 مديك ليها الفاينل انسر. اهي مديك ليها الفاينل انسر. فميزه يا جماعه هبرل، ميزه هبرل ان انت تقدر تحل لوحدك، تحل لوحدك وتقارن حلك في الاخر بالفاينل انسر اللي في هبرل. فدي حاجه حلوه جدا طبعا. ماشي نكمل. طب بص يا شباب، طيب انا هقف لحد هنا، انا هقف لحد هنا كده خلاص. انا هبدا من المره الجايه ان شاء الله زي ما احمد تلين 9 و10 هبدا فعلا بقى 9 و10 بجد. هبدا من مساله اف 12 5، هبدا من مساله اف 12 5. فرجاء من الناس خد بالك ان انت دلوقتي بقى بتاخد 3 سكشن في اسبوع واحد، يعني 3 محاضرات وسكشن في اسبوع واحد وبين كل محاضره تانية يوم واحد. وللاسف انت عارف ان احنا كل محاضره بتعتمد على اللي قبليها، يعني كل محاضره بتعتمد على قبليها. فانت مثلا لو جيت ما ذاكرتش اللي انا قلته النهارده هتيجي المره الجايه هتوقف شويه. يعني انا النهارده تعمدت النهارده ان انا اشرح لك السمري دوت. فانا عايز الناس تبدا تذاكر الملخص ده عشان هبدا السكشن الجاي هحل او هطبق على الكلام ده. فانت الكلام ده لو مذاكره معايا هتلاقي الموضوع بقى سهل، لو مش مذاكره هتقعد تفتكر وتسالني كتير. فهو الفكره ان احنا هنحاول نذاكر اول باول. فاحنا ان شاء الله انا بس ايه هقف عند المساله اف 12 5 عشان الناس تفكرني المره الجايه، وهبدا اكمل المسائل اللي هنا. زي ما قلت هبعت لكم الاثنين، هبعت لكم الـ2 PDF دلوقتي.